السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي سمك بربوني بالسبانخ. ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. سمك بربوني، توم، ليمون، كمون، ملح وفلفل، سبانخ، مرق، كريمة لباني، زبدة، كرات، كرفس وشبت. ازاي هنعمل ده؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. طيب عندي ادي بسم الله الرحمن الرحيم البربوني بتاعي متنظف، متشال الراس بتاعته، وزي ما انتم شايفين كده الحلاوه والجمال ده. هنيجي نجيب الكبه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل التوم ده كده اهو، هناخد نصه والنص التاني نشوف هنعمل فيه ايه. كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده هنعم شويه تاني اهو، انقص نص التوم معايا هنا اهو، واجي هنا اروح حاطط حبه ملح، حبه فلفل، ليمون، شوية كمون، واروح ضاربهم كده مش مشكلة، نحط دي كده. بس كده حلو قوي، اروح جاي نازل هنا بكل الجمال ده اهو. يبقى احنا بنتبل دول كده، اجيب الطاسه دي بره احاول اخلي الصوص يخش جوه هنا عشان يتبل من بره ومن جوه اهو. البربوني بياخدش وقت كتير في السوى. ادي الزبده بتاعتي وهي بره وهي بره، خش بالنار. انا مش عايز الزبده بتاعتي تتحرق عشان كده بحطها وهي بره كده اهو. طيب عم ابراهيم بيقول لي انا طول عمري بشوف السمك بيستوي في الزيت، انت بتسوي في الزبده. طب ما تيجي مكاني انا وانت واروح، طالما من اولها بتعدل عليا. امال ليه بتتكلم؟ طب بتقول لي بتعمل في زيت ولا انت مالك مال الزبده والزيت يا عم؟ انا بقول لك انت بتخش عليها زوم ان، انا بقول لك انت بتخش عليها. الراجل ده داخل عليها وعامل له ايه؟ وفوقه مسواك. مش عايزين نخبط في الحلقه على الصبح. صباح الفل. على فكره الراجل ما قالش حاجه اللي بتلكك يا جماعه. مفيش داعي اتكلم بقى، خلي الطبق مستور. الناس غلابه. شوف انت بقى. ست الحاجه صباح الخير. يا صباح الفل، يا صباح الفل، الله اكبر. صباح الفل عليك، يا صباح الفل. نهارك عسل والله، نهارك عسل. صباح الفل على السمك بتاعك دي جميل جدا وتتبيلته جميله. مش اجمل من سمكك نتعلم منك والله. الله يحسن الحاجه، ده انت البركه يا ست الحاجه. الله يحسن ما بين ايديك. الله يسترها معاك دنيا واخره بحق جنبها يا ست الحاجه. يا رب. انا اولادك، انا اولادك وحبايبك. الله يخليكي. صباح الخير على ست ام طارق من نابروي، وانا تحرمش منك ابدا. واهل نابروي وحبايبي والناس دول بتوع نابروي، يعني مش عارف اقول لكم ايه. الله يبارك لك يا والله، يبارك ربنا يزيدك من نعيم الله يا ست الحاجه. صبحي لي على الحاج طارق وعلى الشباب كلهم. صباح الفل على ست ام طارق الحاجه الطيبه الجميله، ربنا يبارك لها في عيالها وفي اولادها وفي صحتها. شفت بقى كده عم ابراهيم؟ فكيت عليه مكعب مرق وروح عامل كده اهو. اهو
شايف بقى المنظر يا باشا؟ بيقول لي مش قوي. شكرا شكرا يا عم. طب انا مش هاكلك منه بقى عشان تكون عارف كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريحة الزبدة مع الثوم مع الليمون مع الكمون، وادي كمان سن الثوم فريش اهو عشان تشعشع كده اهو وتخلينا نجوع اهو اهو. اهم حاجة نصلي على النبي. طيب كده عايزه يستوي بمزاج، عايز يستوي بمزاج. انا عايز احافظ على المنظر الجمالي ده. اطلع بره عشان التومه بتاعتي ما تتحرقش. هعمل ايه تاني يا عمي؟ هنصلي على النبي. كده عندي كرفس وكرات اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو اهو يا باشا. وادي كمان شويه شبت وكزبره خضراء. اهم يا باشا كده اهو. وبعد كده اروح جايب الايه الغطا ده اهو ومديها لفه. نعم يا انس. الو الو مين يا ست جانا؟ يا صباح الفل. غيبي غيب انت كده واعملي عملتك. اهو شوف صوتي عامل ازاي. وحياتك انا تعبانه جدا فعلا. يعني ليه يا ست؟ الف سلامه عليك. الف سلامه. اللي يجيبه ربنا ونعم بالله. الله اكبر الله اكبر. بقول لك انت عارف السمك اللي انت بتعمله ده في لبنان اسمه ايه؟ اولا قول لي اسمه في مصر ايه. بربوني. احنا في لبنان بنقول له السلطان ابراهيم. السلطان ايه؟ السلطان ابراهيم. ليه؟ ايوه ايوه السلطان ابراهيم فعلا. بس من اطيب سمكه. واسال لي ابراهيم اللي في ودنك، هو عارف ان السلطان ابراهيم اللي قدامك ده ما بياكلش غير جمبري؟ الله ما هو بص ده البربوني ده احمر من اغلى انواع الاسماك في مصر عندنا. وده بالذات انا جايبه الكيلو ب 160 جنيه. ايوه ما انا بعشقه ده. ما باكلش. واعترضت مع مع الانتاج، قال لي انت ما بتدفعش حاجه من جيبك ومالكش دعوه. يعني شوف بقى الفتله بتاعهم. بس هعمل لهم ايه؟ هم عايزين يطلعوا حلقه حلوه. صباح الهنا على عيونك يا ست. كل غيبه بسلامه والف سلامه عليكي. سلامتك الف سلامه يا غاليه. كده هنا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم الريحه مش عايز اقول لحضراتكم حلوه جدا حلوه جدا. طيب خليها تلف لفتين كده اهو. عندي السبانخ بقى، بس انا لازم اخش على حاجه غويطه بعد كده. ادي السبانخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعه كبيره اهو كده اهو كده.
عايزه قطعه كبيره. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني، ولا غير المحطه ولا رفيهات. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وادي كده موتنا السبانخ، ادي الكريمة اللباني. نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي مع حضراتكم. هنا احنا بنعمل النهاردة حاجة جميلة ويا رب تعجب حضراتكم. كده صحن كبير، عايز بقى ده يشتغل مع بعضه مع الكريمة اللباني. عايزكم تتخيلوا الموقف ده، كده اهو، عايزكم تتخيلوا الطعم. اوعى كده، نصلي على النبي. وادي السبانخ بتاعتي، عايزه يشرب من الكريمه اللي عندي اهو. انزل بقى كده صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. اشوف كده بس السبانخ بروح لمين واقول يمين اهو. اروح لمين؟ عامل زي المهلبية. نعم ايوه سامعك يا حبيبي، كده مش سامعك عمر فن. مين يا فن؟ يا ست رحمة. يا سيد السلام عليكم يا ست رحمة. عليكم السلام. اموريني يا رحمة. عايز طريقة الفراخ المشوية والفراخ البنات. حاضر يا فندم تحت امر سعادتك. يا حبيبي يا محمد. يا بيتر. ايوه يا شيخ. صباح الفل عليك يا بيتر. صباح الفل يا باشا، عامل ايه؟ نهارك ابيض يا بيتر.
اخبارك يا كبير؟ في نعمه يا حبيبي. انا حبيت بس اصبح عليك يا باشا. احلى صباح عليك وعلى عيونك يا حبيب قلبي، هعمل لك النهارده وجبه صيامي عسل. ماشي يا باشا. على عيني يا جميل. بصوا الطبق ده بصراحه يعني بعمل له تعظيم سلام، حبه سمك ملهمش حل فعلا، طلعوا حلوين، غني جدا غني جدا، ورب يا رب يعجب حضراتكم. السبانخ عنده شويه رز بيض، نعمل لهم شويه رز ابيض ونعيش حياتنا. ممكن تعمل مكرونه سباكيتي، ممكن تعمل نودلز، زي ما انت عايز. يبقى كده حضراتكم اول طبق عندنا عملناه، يا رب يكون عاجبكم. تعالوا بقى نخش على الطبق اللي بعده. ست كريمه، صباح الورد والفل والبحر والحاجات الجميله. ايوه ريحه اسكندريه طلعت اهي. ايوه ريحه اسكندريه طلعت اهي يا ست كريمه. ربنا يا رب يبارك لنا فيك، وحشني بقالي كتير مش بعرف اكلمك، بس بجد متابعاك وبجد بقول لك تسلم ايدك. صباح. ربنا يا رب يجعلك دايما كده منور السي بي سي وتتحفنا كده بالحاجات الجميله المميزه. ده حاجات الجميله دي كلها من عندكم مش من عند انا، ده انتوا الاساس. ربنا يبارك لك والله يا بنتي انت الاساس. صباح الفل يا ست كريمه. تسلم لي، ربنا يبارك لك يا رب. نهارك زي القشطه ان شاء الله يا ست كريمه. صباح الفل على بنتي ست كريمه. كده هنا عندي بوت، بوت لوموني ليه؟ بيقول لي انا عايزك تعملي دي زي المركب. اعملها ازاي زي المركب يا عمي؟ قال لي اتصرف انا مالي. وبعدين بعملني بطريقه جافه، يعني بعملني بطريقه جافه كده المخرج بتاعي، مش هقول له غير ان الله سامحك. اشيل دي كده واشيل دي كده، ممكن اخد حرف من هنا كمان. نعم فهمي. اصل الناس قالوا لي ما تطلعش صوتك بره عشان الصوت مش حلو. طب هقول لك الاول بتنجان وبعدين نطلع فاصل. عندنا بتنجان مقلي بس بانيه، بس بطريقه غريبه شويه. عندي بتنجان وتوم ودقيق وبيض وبقسماط ولبن، وعندي زيت للقليه، وعندي لحمه مفرومه وفلفل الوان، جبنه موزاريلا وزعتر وبصل وعصير طماطم ملح وفلفل. فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغير المحطه واضرب واحد. رجعنا بعد الفاصل وكده عندي البتنجان قورته اهو، حطيت له ملح كمان شويه فلفل. طيب بعد كده اروح جايب الدقيق كده اهو، نصلي على الحبيب. حبة ملح وحبة فلفل عشان بتنجان يجيب ميته كده. طيب نجيب دول كده ونغسل ايدينا.
مأمون امبارح نزل من البيت هو مش واخد مد اخوانا بقى، وبص لقى العربيه حوالين منها حوالي 50 قطه، ويهش القطط والقطط مش عايز تمشي، كل راكبه على العربيه وحامله 70 قطه، وهو اصلا جنبي. فانا بصيت من الشباك في ايه، رمون عمال يقول القطط هش هش هش، القطط مش عارفه مش عارف افتح الباب. فانا عجبني المنظر قلت انزل اشوف هتقص الموضوع ايه. اتاري عم رمون مال العربيه في سيخ مفخخ العربيه. طب ليه يا عم ده؟ قال لي خلينا ناكل عيش، ده موسم. جاب الفسيخ معبيه في بلاستيك وبيبيع بالواحده، والقطط عملوا عليه اضراب وما خلوش يمشي. ما حصلش. نعم. عيسى مشترك معاه في الموضوع ده، بيعمل بيض ملون، قاعد ملون بيض. قال يا عيسى انتوا ما شاء الله مفيش حاجه، ما بفوتكوش طبيخ حامض. مش عارف بتودي الفلوس دي فين، مش عارف بتودي الفلوس فين. يلا الله سهل لك كده. هنعمل اللبراي بتاعي، وادي بيض نعم يا فندم. ست فاطمة، السلام عليكم يا ست فاطمة. ست فاطمة يا ست الحاجة فاطمة، يا ست الحاجة فاطمة، يا ست فاطمة. طب حاول الكلمة تانية يا فندم. أشكرك على اتصالك. يا خالد. عمي السلام عليكم. عم خالد الله وبركاته، مستر شفيني. ازيك يا عم خالد؟ الله يخليك يا ريس، عامل منور الشاشه يا حبيبي. ده انت اللي منورنا يا عم، الله يصلح حالك يا رب. من فين الفسيخ بقى والحاجات الحلوه بتاعت كل سنه دي؟ الله اتقل عليا، اتقل عليا. ده احنا عامل لكم كمين. انا عارف انك كنت في لابور وباين عليك الايام اللي فاتت دي، كنت منزلها مسجله دي. لا 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 لا، انا عامل لكم حاجات حلوه السنه دي ان شاء الله، باذن الله حاجات هتعجبكم قوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يحل الدنيا بزادك كده، وهتبقى حاجه حلوه تعجبكم ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك يا ابني، نهارك ابدا عم خالد. طيب كده عندي هنا البنيه. كده بعمله بانيه كالعاده. يا ست صابرين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست صابرين ازيك يا شيف شربين؟ ازيك؟ في نعم في نعم يا حاجه. يا رب يديك الصحه يا رب، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم، امورين سعادتك.
بقول لحضرتك ايه، والدتي كانت بتعمل لنا حاجه اسمها عصيده. اه العصيده، اه مالها؟ او بتتعمل ازاي والنبي يا رب؟ دي العصيده دي بتاعت الجماعه السودانيين والجبال والعرب، هي ليها كذا طريقه حضرتك، حتى اليمنيين كمان ليهم طريقه جميله جدا بيعملوها بحاجه اسمها وازف وسحاوق، بس احنا مش هنعرف نترجم اللي بيقولوه، لكن في مصر او في الجنوب عندنا في الصعيد دايما بيعملوها، عباره عن شوربه بتغلي، شوربه بتغلي وبينزلوا عليها بالدقيق بتاعنا الجميل ويضربوا عليها ويعملوها زي العجينه كده، لكن بتبقى مستويه بالدقيق بالشوربه، ممكن بيزودوا لها سمنه هم في حسب الرغبه بقى. بعد كده بيعملوا لها حاجه جواها بقى طبعا يعني زي تخديعه او صلصه، بيفحروا في النص كده في وسط العصيده ويروحوا حطوا ايه الصلصه اللي هو اللي بيحطوها او التقليه او التخديعه او الادام اللي بيقول عليه، ولازم تتاكل بالايد مش بالمعلقه، بتلفوا حوالين الطاجن كده، بس بتبقى جميله جدا جدا، بس هي في الاول والاخر عجينه. الو يا ست فاطمه. ست فاطمه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك يا ست فاطمه، واموريني يا فندم. مين يا فندم؟ مين يا فندم؟ طيب شكرا، شكرا على اتصال حضرتك يا فندم. كده هنا نقلي. مين يا فندم؟ سمارة. تمارة. تمارة. الو سمارة. سمارة. ما انا قلت سمارة، قلت تمارة، اقول سمارة ولا تمارة، انت عايز ايه؟ الو سمارة. سمارة. سمارة شيء. اهلا بيك يا فندم. الو انا بحبك قوي، بحب كل طبخاتك. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم، اموريني سعادتك. عايز اعرف بس طريقه الكبده الاسكندراني. على عيني يا فندم، على عيني، على عيني يا فندم، تحت امرك. اشكرك على اتصالك يا فندم. كده اطلع البتنجان بتاعي، مش لازم اقرص عليه في السوا عشان كده كده هيخش الفرن اهو. حبيبي يا سيدنا محمد، اشيل بقى كل حاجه دي من هنا عشان نبدا نعصج اللحمه بتاعتي. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني ولا غير محطة ونروح في اي حد. رجعنا بعد الفاصل وكده بنعص اللحمة، وادي التوابل بتاعتي، شوية فلفل اسمر، شوية ملح كده اهو، ده الحشو بتاعي. بعد كده اعمل الصلصه بتاعتي اللي انا هحطها تحت البتنجان، بس اعمل ايه الاول عشان اقطع وقت؟ ادخل البتنجان بتاع الفرن كده يا باشا اهو، اهو. واعمل ايه بقى يا سيدي؟ اشيل كل ده من هنا وابدا اشتغل، اجيب اللحمه بتاعتي المعصجه الجميله
اللهم صل على النبي. كل واحد ياخد واحدة من دول يحطها في الطبق بتاعه ويعيش حياته معاها. ويعيش حياته معاها كده اهو. صلي على الحبيب. هتفضل واقف كده كتير؟ طيب موصيك عليا يعني؟ اكيد رمون اللي زقك عليا. حلو كده؟ لازم المنظر الجمالي بتاعي يا جماعه يكون حلو. عم رضا خميس الراجل العسل بتاع دمياط، الراجل ده حبيبي ربنا يكرمه ويبارك له. بعت لي امبارح شويه عيش كده معمول بيعملوه في راس البر، كنت كلته مرة عنده وقلت له ايش ده بحبه. لقيت الراجل يعني ما كدبش خبر، ربنا يبارك له في صحته، وشحن لي طرد عيش خير من خير ربنا. طب اجامله ازاي الراجل ده ولا اعمل معاه واجب ازاي؟ مش عارف، بس عايز اقول له كل سنة وانت طيب وما تحرمش منك دايما وخيرك سابق يا عم الحاج رضا. عم الحاج رضا خميس الراجل العسل، ربنا يكبره خير. ست داليا، اهلا، ازيك يا عم الشيف؟ كل سنه وانت طيب بمناسبه يا عم الشيف. كل سنه وانتم طيبين يا ست الكل، ربنا يقبل بخاطرك ان شاء الله. كده عايزين بقى سمك صياديه وحاجات حلوه كده. احنا هنديها على، شفت السمك اللي انا عامله النهارده ده؟ ده جميل، تسلم ايدك اهو. كله من ده بقى ان شاء الله، ونعمل لكم جمبري بقى وبتاع، ونعمل لكم جمبري مدخن، حاجات كتير ان شاء الله. تسلم ايدك يا عم الشيف. كل سنه وانتم طيبين وبعد الايام. اتفضلي كورك يا بنتي. طيب كده هنا، يلا نعمل الصلصة. ده التوم بتاعي مفروم اهو. الطبق اللي انا حطيته في الفرن ده لازم ليه صلصة. كده ادي التوم بتاعي اهو. شوية زيت زيتون، وادي التوم بتاعي. عندي طبق لاخواتي المسيحيين هنعمله دلوقتي، شويه كفته صيامي ملهمش حل، شويه كفته صيامي ملهاش حل عشان اخواتي الصايمين. خلاص هانت اهو عشان هم صبروا معانا
ياما هنعمل شوية كفتة زي الفل. اللهم صل على النبي. اقفل التلاجة. طبعا اتفقت مع رومون لبن جوز الهند صيامي، صح يا باشا؟ دول هنعملهم كده كتير عشان خاطر ناخد شويه منهم للكفته الصيامي بتاعتنا اهو. كده يلا بقى نشتغل في الكفته. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بلاش ده عشان ننجز اهو. طيب خلينا مع الفرن. استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. ادغر محطه واضرب في حته. كده عندي مجموعه البقول، هو عباره عن فول الصويا، فاصوليا، عندي لوبيا، حمص، عدس، قمح، بطاطس، فلفل، وادي المكسرات بتاعتي عشان اديها شويه مكسرات اهم تحبشوا العمليه معايا، بس انعمهم عشان ايه؟ وادي الطابق بتاعتها موجوده. جوز الطيب، كمون، توم باودر، بصل باودر، وادي بهارات مشكله، كل ده بطحنه هنا، وادي ملح، وادي فلفل، وادي الخلاط. بضرب ده على ده، اروح اعمل ستوب كده. وادي بوله، نصلي على الحبيب، ونيجي بقى ايه نطلع الجمال ده كله هنا اهو. كده كده اهو التوابل بتاعتي الجميله. مش اي كفته تتعمل يا جماعه والله، ده بالصلاه على حضره النبي حاجه جميله. يلا بقى نشتغل مع حضراتكم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. كده
اهم حاجه عندي حبه الطماطم الجمال اللي هيخلي طعم الكفته حلو. ولازم يا جماعه نعمل حاجات جديده ونجدد في مطبخنا عشان برضو نبقى مبسوطين في اكلنا وفي شربنا. الله صلاة النبي احسن كده. المكسرات مع الاعشاب مع التوم البودر مع الجمال ده كله لازم يطلع لي حبة كفتة زي الفل زي الفل. امال ايه واحنا بنلعب؟ اروق نفسي بقى كده عشان كده ايه الوقت فات والسبت فات وبعد بكرة يوم الثلاث اهو. حبيبي يا سيدنا محمد ده. عندي هنا حبة الصلصة بتوعي هم وادي بقية الصلصة بتاعتي. صلاة النبي أحسن. حبيبي يا سيدنا محمد حبيبي يا سيدنا محمد. استنى بيني وبينكم عايز اشوف دي طلعت ازاي. اكيد حد طفى النور لازم اطمن عليها وانا بدوها. وريني خطوتك. بشكركم على حسن متابعتكم. بشكر مخرجنا جميل عم ابراهيم وعمي محمد فهمي. ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.